تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي، برنامج البطولة على شدة. لقاء رياضي ليت هذا. حسين وشي خاء رياضي دخل عليكم الله. الحسين وماخكم واحد نحيا رياضي يتحمى فيها الرياضة كيف يدري لك شيء تطرطقوك. والله العظيم حنا راه ما كنخبيو والو على المستمعين. دابا الحسين في اطار التشويش دائما. لا لا ما دار والو حسين، والله الا هو اللي مشوش. لا مسكين والله ما دار شي حاجه. الله سيدي كل ما الحسين ما دار. والله كنعاود ليه، لانه واحد الانسان اللي عاش معنا في الحقبه ديالنا. حنا مخلطين هنا، عندنا دراري شويه ما حاشوش معنا دراري شويه هذا، وكاين الحسين هو اللي كنشمو فيه ديك الريحه ديال الستينات والسبعينات. لا ما عندوش هادشي. السبعينات والثمانينات يلاه كاع هو هرب، هو كاع ملي قلنا ليه وين نكبروا ما بغاش. تحيه للحسين شاب. ويلك تي كتهضر على منسوب الثقه، حتى كنهضروا على الثقه. كابتن فخر الدين كيقلب على شي على الثقه، الثقه بين المسؤول والمواطن. كاينه كاينه ثقه لان ما كاينش ثقه. تحيه لك، تحيه للكابتن فخر الدين، تحيه لجميع المستمعين والمستمعات والصديقين والصديقات، يعني وكل متتبع البرنامج ديال شاد اف ام. كل شيء بخير بعدا الحمد لله، صحه لاباس الحمد لله. ايوا سيدي، قبل ما نبدا معك من البحر لهيه نشوفوا دوك خوتنا عاوتاني ديال الاوروب والتشامبيونز ليغ شنو غتكون شنو دايرين. اليوم غادي نشوفوا قرارات لجنه التاديب اللي اعلنت عليها البارح اللي خرجنا من هنا. باقي ما خرجناش، باقي ما خرجناش، هي جات في الاخر ديال سالينا. ايوا نشوفوا القرارات شنو فيها. ثم البارح قرعه كاس العرش، مباريات دور الثمن والربع والنصف، نشوفوا شنو هي المباريات والبلاطوات اللي محتمله. اضافه الى اليوم كيف ما وعدناكم سيكون هناك، غادي يكون واحد الرد على ما جاء في تصريحات فوزي القجع بخصوص التحكيم، واحد المجموعه ديال المعطيات غادي نتكلموا فيها بشويه. إضافة سيدي لأنه اليوم وما تلقيناش المكالمات ديالكم، ما تحاورناش معكم البارح مستمعينا الكرام. اليوم بداية من 4:30 على الرقم الهاتفي ديالنا 0522-36-92-92 0522-36-92-92. قول بعدها فخر الدين، القضية ديال الثقة سولني عليها الحسين بين المسؤول والمواطن، قال لي واش كاين حتى في الرياضة. شتي كاين واحد القضية ديال هو هذه القضية منير، هي تربية. شحال من حاجه عشناها دابا حنا هنايا، اما تفقدات، حيت غادي تعاود ثاني. ما نبغيش انا نعمم، ملي كتسول الناس اللي فاتونا بواحد عده سنوات اللي هما جدودنا ويمكن الاباء ديالنا وداك الشيء، كتقول بانه كان شكون فينا اللي ما كتقولش في شي حي شعبي ما كانتش الدار محلوله. والله يا ودي ياك في مدينه قديمه في دار السلطان فيما مشيتي الديور محلولين. دابا كتجي نتايا ما كايناش الوالده ديالك وداك الشيء، كتدخل لهذيك الدار محلوله، كتدخل مع اولاد هذيك السيده اللي هما الجوره، هذيك هي كتسمى كانت الجوره. انا عشت مع كتقدر تبات كاع مولات الدار، كتخرج الوصله ديال الخبز كتحطها برا. لا هذيك عادي، وليدي كيدي هذيك عاش هذيك عشناها. انا كنت في درب التازي مع جده وداك الشيء تمايا، هذاك الشيء شي حاجه اللي عاديه منير اللي عاشوه كاع الناس اللي كيعيشوا في الاحياء الشعبيه، وباقي الان في واحد بعض المناطق باقي كاين هذا الاحترام. حيت هادشي منير ما جاش وليد الصدفه، جا من خلال التربيه. وقلتي انت الثقه، ملي كتمشي تبات انت بحال دابا كتدخلك هذيك الشجره وكتعطيك التاكل وتبات مع وليداتها، يمكن كاع تجي الوالده ديالك وتسول عليك تقول لها صافي هو ما تخرجيش. عشنا فيه في هادشي. كتقول لك ما صافي ما غاديش يخرج، غيبقى معنا وغادي يدير هادشي. منير بقينا عشتي مع امك بحال دخلتي لدارك، بقينا تتسد كلشي، تتسدوا الديور، تولى تقدر ما تعرفش اش واقع عند جارك. وصلنا لواحد العيشه اللي هي كي قلتي انت حتى الثقه تفقدات. شكون فينا دابا اللي يقدر يخلي ولده صغير في الزنقه ولا يخليه عند شي حد ولا هذاك الشيء اللي كتسمع ديال التحرش وديال يعني عده اشياء، بزاف ديال المسائل. كاين اللي غادي يقول يا سي فخر الدين في واحد من الوقت والمراقات كان داك الشيء، غير هو ما كانش هادشي ديال الاتصالات وما كانش، ولكن ما كنظنش منير غادي يكون وصل لهاد الحده اللي وصلنا لها الان. هي ديك عدم الثقه اللي كتهضر عليها انت منير. اذا هادي كلها منير، هادي اشياء ديال التربيه. باش انا نثق فيك منير وانت تثق فيا، خاص انت بعدا اولا منير انت داك المسؤول اللي كتكون عليا،
كتكون مربي في واحد الجو عائلي اللي هو محترم وعشتي كأخلاق عندك عالية وعندك بزاف ديال الحويجات اللي انت تربيتي فيهم اللي ما يمكنش لك انت تعاملني انايا من غير داكشي اللي تعاملتي به انت. الوغ هو انت ملي كتكون انت ما عشتيش في هذا الشيء انت كمسؤول عليا لا تتوفر على دونك غيجيك عادي دير اي تصرف ملي كتكون انت لا تتوفر على حتى شي حاجه من هذا الشيء انت غير مهني غير اخلاقي ما مربيش تقدر دير العجب متعجب اذا ما تنتظرش على ان هذاك المسؤول مع ذاك اللي خدام مستخدم ديالو غادي يلقى شي حاجه مع العلم ناس كنعرفوهم واللي كيديروا الخير مع الخدامه ديالهم واللي كيعطيوهم يعيدوا واللي كيديروا لهم بزاف ديال الحوايج اللي كنتي انت داكشي ديال الثقه ولا قال لي غادي نعطيك تيعطي ولا هادشي الا جينا شي مونين هذا موضوع انا بالنسبه لي حسين ما يقدرش يساليه في ساعه ونص لا انا سولني على الرياضه لا لا في الرياضه مونير ما كاينش مسؤول اللي كيقول لك اليوم راه كلشي بخير وغدا ما كاين والو الحمد لله دائما غنبقى نقولها ونعاودها الحمد لله انا كنت كنقول فخر الدين 2021 و22 ولا 1900 غادي تقول وقيله خساره ولكن ملي كنجيو نخمو تلقاو عشنا مع مسيرين اللي كانت عندهم مونير عندهم الكلمه عندهم الموقف عندهم الكلمه وعندهم مواقف وانا عاودت لك داك النهار انا عشت في واحد الفريق اللي سميتو الوداد والمسيرين ديالو الله يرحمهم اللي كانوا كيعاملوك وكانك ولدهم وعطيتك انا كانوا كيتستروا على بزاف ديال الحوايج كيوقعوا وكيدير السي عبد الرزاق بكوار كيستقبلك في الدار ما كاينش بيرو ولا هذا كتجي كتشرب معاه قهوه وكيسولك اول حاجه كيسولك على والديك تيقول لك كيدايره الوالده والوالد الا قلتي لي ما شتيهمش كيغضب عليك هادشي الا كنتي مجوج وما كتشوفهمش اما الا كنتي معاهم في الدار عندهم الاهداف ديالو واحد الكلمه كان كيقولها لي انا تيقول يا شوف فخر الدين اللي بغى يسعى يقصد الدار الكبيره شو على أعطاني واحد المثال قال لي دابا تقدر تكون خارجة في خارج الدين ويجيك شي واحد باغي يطلبك إلا شتيه لابس مزيان ونقيت احترمه تقدر عكس قال لي واحد غيجي كله سميتو شوف كيعطيك زعما شي أمثلة والناس اللي كانت من الناس اللي كيجي بحال دابا تيقول لك أشحال غادي تاخذ أشحال غادي نقدر نعطيك أشحال ما نقدرش نعطيك بلا تفليه بلا غتاخذها صافي ما عنديش وتيقول حاجه اخرى تيقول لك الا كاين شي واحد واعدك ولا ريزون الا ريزون في المكتب وقال لك انا غادي نعطيك شي حاجه قال لك انت دبر راسك انت وياه غير انا ما تحملنيش انا مسؤوليه انا ها كيفاش كنتعامل اذا عشنا مع واحد انا بعدا قال الحمد لله كنشكرهم كاملين لا قعدوا لي عشت معاهم لا هو لا سنتيسي لا الفشتالي لا الدبلالي لا يعني المنجره واخا عار شويه ما كنتش شويه هي واحد شويه في الاخر ديال الاخر ديالو الدبلالي حتى هو هذا ولكن كتبقى كتقول كان بعدا على الاقل كنشوفوا عشت بعدا مع ناس الحمد لله هذيك حقبه اللي دوزنا حنا مع سي عبد الرزاق مكوار يكفي راه واحد الصور دابا خارجين اخير جالس مع الرئيس ديال ريال مدريد في واحد الوقيته من الاوقات اليوم دابا شي رئيس يجلس مع ريال ديال ريال مدريد راه غادي ترى مشكله غادي تبقى تسمع الله يلا مشكله راه مشكله غادي توقع في سميتو انجاز تسمع شي حاجه اللي ما عمرك ما سمعتيها راه تشوف شي رئيس دابا من هاد ديال البطوله جالس مع الرئيس ديال ريال مدريد البعض غادي تشوف شي حاجه قالوا له السيد في ديك الوقيته تيدير شي حوايج اش غنقول لك اموني احنا عجبتنا هادشي كله لا 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 القضيه ديال 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 الثقه الثقه ماشي ني با دوني ا تو الموند امونيرا ورا نمشي معاك لواحد لواحد الجهه اللي فيها الكره حتى هي ما فيهاش الثقه عندهم تشامبيونز ليغ اليوم دفعه اخرى من الماتشات ديال الروتور ديال تومون كيفاش كتبان لك مانشستر يونايتد مع الاتليتيكو اليوم ضالي سالا واحد بواحد دابا اش غنقول لك امونير هاد القضيه ديال الحسابات بعدا اللي ما بقاش هذاك هدف خارج الميدان حيدات بعدا ولكن كتبقى مباراه صعيبه غتكون صعيبه اكثر على المانشستر غتكون صعيبه امونير لان كنعرفوا حنا سيميوني والطريقه ديال اللعب ديالو ما عرفتوش يلعب رونالدو ولا ما يلعبش انا ما سمعت ما عرفتش ياك ما عنديش شي ما عرفتش انا ما عنديش هو مباراه دي غتكون امونير فحال هاد المباراه لا داعي انك تبقى تقصف اكثر ما خصك تمشي تجلس وتوجد راسك تجوز وتجلس تفرج مع راسك ثم كاين لاياكس مع بنفيكا وكاين واحد الماتش ديال فريق فرنسي مع تشيلسي غدا ولا لا غدا ليل مع تشيلسي ليل مع تشيلسي اليوم اياكس مع بنفيكا
نشوفوا نصير مزراوي مع عادل تعرابت، وغدا اليوفي مع فياريال، وليل مع تشيلسي. تشيلسي هادو مباريات. سمعت قبيله توخيل خايفين من هذا الفريق، هو قال لك واحد واعش في البطوله الفرنسيه وتعرف ان الحماس ديال الجمهور والدفع اللي كيعطيهم، هو واخا هو المدرب ديال الليل كيقول لك اودي فوي كواغ سي فري، دائما خصك عمرك الله يرضى عليك ما عمرك ما تحط راسك في واحد المازيق وتقول حنا ولا هذا، فهمت؟ كلشي ممكن، كلشي ممكن. تحيه لكل مشاهدينا على قناه شاد اف ام في اليوتيوب، تحيه بدايه اول واحد رشيد عيت موسى من ورزازات، الله يحفظك. الله يكثر خيرك اخويا، اللي نراكم عزاز. عثمان جدير تكلموا عافاكم على الشامبيونز ليغ، احنا خويا احنا اللي قدرنا عليه اخويا، والله العظيم اللي قدرنا عليه. السلام عليكم، تحيه عطيره بالتوفيق الاسود والفريق الوطني السي عبد السلام عبدو. عندي سؤال دارني اسبوع في راسي. مالو؟ هذا عبد المجيد بن المعلم. هل فعلا داخل المملكه المغربيه تمارس رياضه اسمها كره القدم، ام اننا نمارس كره ارضاء الخواطر؟ وهو عندنا كره القدم وفي بعض القرارات كيبان بانها راه غير هو سي تطبيق القانون باقي ماشي بالشكل اللي خصو يكون. بن المعلم انا كنقول ليه يقدر يشرح لي، لانه هو في حق الخواطر كاينه متنوعه. لا فهمته انا. متنوعه ارضاء الخواطر متنوعه. فهمتوا بحال مثلا غنخرج بشي قرار ليك انت باش ما يتقلقش عليا. عرفت باش ما تقلقش انت غندير الاخر حتى هو بحالك ولا ليكيليبر مع العلم ان القانون راه باين. معكم عبد الغني من كازا، تحيه المنير يوسف خير الدين، عافاك لما قول لي راك عزيز. الله يكثر خيرك عبد البوعيش، الله يرحم والديك، بارك الله فيك خويا، بارك الله فيك. ورضوان سعود تحيه من نيويورك، الله يكثر خيرك، قال لك تحيه للكابتن فخر الدين المحلل الرياضي الفيزيائي حفظكم الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. المهدي الشريف حطوا دابا قدام الدار ولا لدا شي واحد على الخبز ما بقاش بعد هذاك الخبز. لا بالعكس، ماشي بالعكس، قال لك غادي يدوا لك الوصله. وفين بعدا الوصله؟ لا هو بعدا قال لك ما يدي حتى شي واحد، تخرجوا ما يبقاش حاجه واحده. المره هذه الصحابه راه دوا الفران وما غاديش يرجع. مشى ما جايش. سيمو خير من شي اخبار على نهائي كاس العشر غير ملعوب؟ باقي ما كاين حتى شي اخبار سيمو. السلام عليكم، تحياتي لاحسن ودادي في العالم فخر الدين. الله يبارك فيك خويا، بارك الله فيك. هذا هاشم. شكرا لك سي هاشم. اديب سلم على فخر الدين. بارك الله فيك خويا فخر الدين. بصراحه ما الفرق بين المدرب الاجنبي والمدرب المغربي في البطوله المغربيه؟ سي موخا غادي نجاوبك وسط الكلام ان شاء الله. انا كنتكلم انا في هذا الموضوع. سي كاكيست ننتظر الموضوع بفارغ الصبر، احنا جايين اخويا غير صبرا جميلا. معكم عبد الغني، تحيه لك اخويا، شكرا. نسلم على الفريق محمد الوادي، يعني الناس كيسلموا عليك سي فخر الدين. شكرا لك. اسماعيل، واش المنتخب الا مشى لكاس العالم واش يقدر يمشي ويمشي بعدا؟ يمشي بحال اللي كيدير ديما بعدا لكاس العالم. ولكل حادث حادث. كاين بزاف المراحل، كاين دابا ما قبل المباراه ديال الكونغو لالي، شوف نتيجه لالي عاد الروتور الى جاب الله تاهلنا، عاد شوف شحال من ايام تنبقاو نحتفلوا طبلت دك هاني انا المره الثانيه على التوالي، وهذا هذه ما غادي يبان لك ثاني البرنامج الاعدادي شنو غتبريباري الكاس. والقرعه غادي غير تسالي الاقصائيات، القرعه نهار الجمعه برومي. شوف عاود ثاني مع من طحتي مجموعه، طحنا مع البرازيل، طحنا مع الارجنتين، طحنا مع هذه غنتعادلوا مع هذه وغادي الحياه تستمر. ولكن الخيب هو تمشي ويدوز هذا الشيء وتدوز ثلاثه الماتشات ديال كاس العالم وترجع الغد ليه مشكل التكوين في المغرب والبطوله ماشي قويه يعني نفس الاشياء ما كنستثمروش بحال مدير تقني جديد من القمار. اييه حيت هو اللي باقي ما طلعنا شي واحد تلاقاو معاه لهيه في قطر حتى هو وقال لهم رانا عنده خبره. هذيك جبدنا فخر الدين. فؤاد سوشي فخر الدين خويا كيسلم عليه. سي بوحزمه بزاف، سي ابراهيم بوحزمه مشرفين خويا بزاف. وتحياتي خويا فخر الدين من دوسلدورف. اي ابراهيم بوحزمه وقيل حكم سابق وقيل سي ابراهيم بوحزمه. ناعسين في التحليل ديال البطوله سي رشيد ايت موسى، وهذو اللي كتهضر عليهم شوف انت غير سير تفرج في المباريات، التحليل لك واسع النظر، كاين المنطقه المباشر كاين في بلاصه وحده. ياك فهمتينا سي ايت موسى. كنشوف دابا اعاده ماتش الزمالك والوداد باعصاب بارده وهدوء تام. مهدي الشريف تيق بيا والله الا حتى ذاك الماتش ذاك النهار كان باعصاب بارده، لان اللي عنده المشكل كان هو الزمالك هو اللي كان خصو كان محن بزاف كاع. كان السارق عنده اخلاق كيسرق ويرجع لك ويذوقك ولكن ما يضربكش ياسين تيدغي. لا شوف السارق كيبقى سارق، ولكن هذاك ما نحيدوش ليه بانه راه كان قال شحال هذه
السياسه عطار علاش حيدتو اللايف من الفيس؟ تحيد من الفيس حيت جينا اليوتيوب. مرحبا بك معنا السياسه عطار، انت جيتي عندنا فون القجع ارحل. لا القجع رئيس الجمعيه الملكيه، خلي اخويا تي اللي غادي يرحلوا هما الناس اللي كيديروا مع الجمع الجمعان ديرو ونتناقشوا مع اخويا ونتاقدوا داكشي اللي قدرنا عليه. قال لك تورينو ملي كتهضر على مكوار كيتبورش مسكين هو، يجي تبوريجا مسكين ما كيسمع. ويلا ريزون ويلا ريزون سي فري والله العظيم. اثار رشيد غير قلق ما ندخل، جا واحد الميساج فيه واحد المقال بخصوص الوداديين اللي كيمشيو يشريو التذاكر من الانترنت، وكيفاش باش للتوضيح وكيفاش ان الوداد عطات التذاكر لشركه مولاها ينتمي للفريق الغريم مثلا الرجاء. لا سي توفيق مول الخلا رجاء، ولكن خوه تويمي اقبال اللي معاه في الشركه راه ودادي. هادي اللي توضح جوج خوت، جوج خوت توام اقبال خوه راه ودادي حتى هو وهذوك. اذا حنا اللي كيهمنا هو العمليه تمشي بسلاسه، ما كيهمش الشركه واش مولاها ودادي ولا رجاوي ولا شي حاجه بحال هكا. انا نتمنى تكون جاوبتك سي رشيد. بلاغ اللجنه المركزيه للتاديب والروح الرياضيه فخر الدين بعد تعليق على القرارات كان تحميل المسؤوليه الفريق المستضيف والجيش الملكي. باقي كيوصلوني انا فيديوهات، انا ما حاولت ما نشوفش. لا باقي كيوصلوني شي فيديوهات اللي صراحه تحمل المسؤوليه للجيش الملكي. الجيش الملكي بدون جمهور حتى نهايه الموسم لا داخل ولا خارج الميدان. راه كان تمونير تكرسوا على الفرقه. الغرامات 50000 درهم ديال الحجاره، 50000 درهم ديال الاقتحام الجماهير ديال الملعب، و20000 درهم لاستعمال الجماهير الشهوب الصناعيه. انا عندي تعليق على هذه العقوبات، نفس العقوبات بالنسبه للفريق المغرب الفاسي. ثم الجمهور المغرب الفاسي مباراتين بدون جمهور بسبب السلوك ديال الجماهير. تعليق ديالك على هذه القرارات اخر الدين شنو اللي بغيتي زعما بحال الله الا عاوني؟ لا واش جاتك؟ لا غير بغيتك تعاوني لانه صراحه حطيتيني في واحد المازق. عاوني قول لي شنو زعما اللي خصك، اش كتنتظر مني ولا اش كتنتظر؟ لا العقوبه منير بالنسبه لي انا توقيف حتى لانه ملي ضربت حسابي ولقيت ما بقاوش مباريات كثار ديال البطوله، وبان فريق الجيش ما بقاش عنده بطولات كثار، غادي يدخل شي ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ويخرج واقيلا ياك، حيت بقاو 10 ديال المباريات. اييه قد ضربت حسابي لقيت غادي هذا الشيء اللي غادي يقدروا يديروا عليه. ثم العقوبه ضد فريق المغرب الفاسي كاين اللي غادي يعتبرها بانهم ما داروا والو، ولكن ملي غادي تجي تبحث وهما كسلطات الداخليه وهذا غادي يعرفوا بانه راه وقعوا بزاف ديال المشاكل. ولكن انا بالنسبه لي منير هذا الشيء ديال العقوبات ياما كان وياما دار في عده مدن مغربيه، ولكن واش ما كيبانش لك في الاونه الاخيره منير بحال اللي قلت لك البارح، واش ما خصناش نراجعوا نفوسنا حنا بعدا نشوفوا بعدا المسير؟ راه الا ما هبطناش وضربنا بيد من الحديد على المسير. شكون يضرب بيد من الحديد؟ لا غير تسلط ليا انا اشوف هذا منير، هذا رايي ديالي، نخليه واقيلا جامد. لا مازال انا كنقول منير الضرب باليد من الحديد على انه اي واحد باقي يخطا ما بقاش عندكم الحق على انكم دوزوا الامور يا لاعب يا مدرب يا مسير يا مدرب وكيف ما بغى يكون نوعه. شوف كيما كان النوع ديالو ولمن كان ما يبغى يكون كينتمي. العدالة خطفتيها لي من فمي. العدالة أمونير تكون العدالة سواسية، وهذه ما كتطلبش شي حاجة اللي هي مجهدة أمونير، ما كتطلب والو، كتطلب ناس في المستوى اللي عندهم خصها واحد الحاجة صعيبة. راه كتطلب واحد الحاجة صعيبة. كتطلب والو؟ لا كتطلب يكون عندك واحد الحاجة صعيبة وخا الدين. أشنا هي؟ الإرادة. لا من غير الإرادة خص يكون عندك مواقف ومواقف شجاعة. أنا بالنسبة لي أنا في واحد المكان اللي أنا عندي فيه قرارات اللي ما كاينش شي واحد اللي يقدر، ونجي معايا ناس، ولكن راه خصنا نعاقبوا، خصنا أي واحد خرج على القانون يتعاقب. أنت كتجلس حيت هادشي اللي كنقول لك أنا ماشي وليد الصدفة، تكروا أنت بأنه انطلقات في مركب مولاي عبد الله. شكون اللي قال لك أنت ما جاياش في بلايص اخرين؟ وهذا لان راه باقيين جايين الماتشات راه باقيين جايين، وها هو سلال الموسم. لا ما عليناش، ما كاينش موسم جاي. شوف ديما كيكون هاد البارح قلت لي المشكل ديال القصير ابوني راه هو اللي كاين، ما يبقاش شي واحد يكذب عليك. هاد القصير اللي كيهضروا عليه هما بغيتهم يوريو ليا
حقا القصير ما يبقاش يدخل الور كو انت ملي كتمشي للتيران وقف يلا معايا اش من كاتيجوري بعدا منير يلا معايا وغتوقف راه ملي كاين ملي كتقول القصير شكون واش 16 17 14 اه فوالا خصك تحدد لاج باش هذاك الدري ما يخرجش من دارهم دابا لينا فريد دابا شدو 160 شكون هما دابا اللي كيبكيو الوالدين والدين سيرتو الا كانت 160 فيها واحد فيها 100 ولا فيها 120 ولا 140 كتقرا قاصر دراري صغار تجروا مشاو بغاو يتفرجوا بعض الماتش ديال لا كوب اذا اخويا نيا هاد العقوبات اللي كتقول انت كل ما حتى حاجه ما تفاجئ بها لا التوقيف ولا الغرامات الماليه لان هادشي عشتو انا اللي بغيت انا بغيت حوايج اخرين يداروا في البطوله الوطنيه احكام اخرى تولي حيت انت واللي تعطي صوره للعداله حيت التحريض راه ولي ولينا كنعيشوه دابا الخصي كلشي والله الا الخصي كلشي التحريض منير راه ولينا كنعيشوه الخصي كلشي يا فخر الدين وانا غنطرح في الوقت اللي كان الحمد لله الامور كانت بخير وكان الاحترام وكان داك الشيء لا يتصور فاذا به الاحتقان اورا الاحتقان دابا منير والتحريض ولكن انايا كنقدر نقبلها من عند الجماهير بعضياتهم الا كانوا شويه متعصبين ولكن ما نقبلهاش من المسيرين الله يرحم والديك. في الجزء الثاني من برنامج البطوله غادي نتكلموا مستمعينا الكرام على التحكيم المغربي في رد على ما جاء في تصريحات السي فوزي القجاع يوم الاحد عند زملائنا ببرنامج ديكريبتاج على ام اف ام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام. تحيه لكل مستمعينا الكرام وعدنا معكم 4:30 ان شاء الله على الرقم الهاتفي 0522 36 92 92 0522 36 92 92. وتحيه لكل اصدقائنا كل من يتابعنا في حلقه اليوم على قناة شادة اف ام في اليوتيوب. ندخل مباشرة التحكيم لان ما في ما يتسنى مازال. سالينا هذاك الاسبوع الماضي بما اثير حول الحكام اللي الاخطاء اللي كانت طيله الاسبوع ولا في نهايه اسبوع داكشي اللي كانوا كيسولوا عليه الاصدقاء. قال لك ما رايكم في تصريحات اسامه بن عبد الله؟ هو ماشي تصريحات هو نقل ما قيل له من طرف باقي هذا الموضوع يطرح ولكن راه هو اللي على اثره جبد بزاف ديال الحوايج. خرجت اللجنه المركزيه للتحكيم بواحد البلاغ في الويكاند بلاغ فيه داكشي ديال بناء على خلفيه تصريحات تداولتها منصات الفيسبوك ومجموعه من المغالطات ونحتفظ بحقنا في التصدي لهذه السلوكيات واتباع المساطر القانونيه. يعني داك الشيء ديال التهديد وداك الشيء ديال ايوا يا ودي جاوبوا غير على الاسئله. جاوبوا هذوك الاسئله ديال شي اسئله اللي مشروعه وحنا جايين ليها. دازت هذا سيدي في الويكاند فابى السي فوزي القجاع رئيس الجامعه ما يدوز هذاك الويكاند حتى يخرج بمجموعه من التصريحات واللي كانت حتى هي تصب في هذا الباب ديال التحكيم. التصريحات ديال فوزي القجاع في واحد المجموعه ديال الاشياء وانا الا سمحتوا لي مشينا عطينا دراسنا شويه ديال الوقت باش نحاولوا اننا نهضروا عليها نقطه بنقطه. السي فوزي القجاع في البرنامج ديال ديكريبتاج هضر على التربصات الاعداديه ديال الحكام وهضر على التحكيم وانه وكذا وكذا. قال لك سيدي التربصات كتوصل 3 الى 4 الاسابيع وهذا غير صحيح نهائيا لان الامر لا يتعدى 10 ديال الايام من واحد التربص التقييمي ديال الدور الاول للبطوله وما كيتنجز ولا يتنجز والاهم هو اتمام البقيه من الموسم الرياضي وكيكتفي المسؤولين باستدعاء الحكام الاختبار البدني وهو ما لا يتوافق مع داكشي اللي صرح به الرئيس. هضر على التعويضات. قال لك اسيدي التعويضات ديال الحكام المغاربه تصل الى 3000 درهم وانها توازي التعويض اللي غادي ياخذو غوميز الحكم الجنوب افريقي اللي غيجي يدير المغرب والكونغو. مع العلم ان التعويضات ديال المباريات الفيفا راه فيها 500 دولار للنهار 500 دولار لليوم. الحكام المغاربه فخر الدين عندهم 3000 درهم تعويض على المباراه زيد عليها 2 دراهم للكيلومتر وحلل وناقش اللي غادي يضرب الطريق من هاد البلاصه واللي ما كيجيه التعيين حتى لواحد الوقت. ثم سيدي المشاركه ديال الحكام المغاربه في المباراه النهائيه ديال كاس الافريقيه واش 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 انجاز في حد ذاته انه نكونوا حنا في الفار ولا ما نكونوش في افريقيا؟ راه ما بقاش انجاز. الانجاز هو كونوا واحد المجموعه ديال الحكام اللي يكونوا حكام ساحه في كوب دافريك وفي كاس العالم. وعلاش لا حنا لعبنا فينال ديال كاس العالم راه الحمد لله كان يلا جبناه قبيله المرحوم بالقوله راه كان دار فينال ديال سميتو ودار ديال كوب دافريك بجوج مع العلم هادشي كان كيدوز عادي ما كان حتى شي حاجه يعني الحمد لله ما اما
الحاجه اللي اثارت صراحه الطريقه باش جاوب السي فوزي القجع عليها، قال لك اسيدي الحنين الى الماضي، قال لك شي وحدين، لان السؤال ديال اصدقاء صديقنا اللي كان في البلاطو سولوا على التحكيم، قال لك هذا التصرف هذه التصريحات وهذا الشيء، وهناك من له حنين للعوده لواحد الفتره اللي كان فيها التدخل في التحكيم وكيتستعمل كفوند كوميرس، وانا راه غادي نقطع مع الاسترزاق عبر الحكام. هذا تصريح فضفاض وخطير او ميم طون، لانه الا كنت انت كرئيس جامعه ومسؤول اشنو القصد من الحنين الى الماضي؟ الماضي اللي قبل منك كان هو الجامعه ديال السي علي الفاسي الفهري، وما قبل السي علي الفاسي الفهري كان الجنرال حسني بن سليمان، وما قبل الجنرال حسني بن سليمان كان الكولونيل حسين الزموري الله يرحمه. فالا كان هاد الناس هادو كانت عندهم هاد الممارسات، كان المرحوم باموس ادريس باموس، انا بغيت نمشي مورا ونمشي نبقى غادي، قال لك يحنون الى الماضي الا كان شي حاجه سموا الاشياء بمسمياتها، لان هذا اتهام خطير، وهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، باش بلا ما نبقاو عاوتاني ندورو بحال هاد الكلمات لا في البالغ ديال اللجنه المركزيه للتحكيم ولا في التصريحات ديالك السيد الرئيس. والله ما كان شي اجابه على الاسئله اللي اصلا عليها تبنى هذا الشيء. اسئله هي واضحه، مثلا راك نطرحنا شحال من هنا، لماذا تم ابعاد ياسين بوسليم على قياده المباريات العام اللي فات مباشره بعد الماتش ديال الوداد ونهضه بركان؟ وعلاش اسيدي بعض الحكام كيقودوا مباريات لفرق معينه وبعض الحكام ما كيقودوا حتى شي مباراه لبعض الفرق المعينه؟ على سبيل المثال رضوان جيد وقال شي عام ونص ما قادش شي ماتش ديال نهضه بركان، علاش؟ هذه تساؤل، لان هذا منطق ارقام هذه كاينه، يعني كاع غادي يتدعى اي شيء واي واحد، هذه ماشي اتهامات، هذه ارقام، هذه معطيات، بغينا شي واحد يجاوبنا عليها. الحاجه الاخرى اللي مشيت كنفكر مزيان انا ما عرفتش انا كيفاش غادي نقدر ندخل ليها، هي كيفاش انه كتكون مسؤول وكتقول بانه راه شي حوايج ما بقاوش، مع العلم انه التاريخ بين ان شحال من مسؤول كيتكلم على شي حاجه وفي وقت مضى ربما كان هو طرف في شي حادث بحال هكا. السي فوزي القجع، راك العام اللي تعينتي كرئيس جامعة، العام اللي تنتخبتي كرئيس جامعة، راك دخلتي لأرضية الملعب في إحدى المباريات ديال نهضة بركان، راك في كأس العالم 2018 راك دخلتي لعند الحكم لأرضية الملعب، راك في نهائي نهضة بركان والزمالك في مصر دخلتي لعند تيسيما لأرضية الملعب، بمعنى أن هناك حتى هنا واش نقولوا لها حتى هي حنين إلى الماضي، إذا راه حتى هذا راه ماضي. ثم الحاجة اللي تكلموا عليها الناس هي السلطوية، خوف بعض الحكام من السلطوية، وقال لك أن الإعلام ما كيحميهمش. أما ما يمكنش تحمي شي واحد أنت ما دواش أتحمي زعما الإعلام شنو واش الإعلام هو اللي غادي يتكلم باسم الحكام؟ أنا نعطيك على سبيل المثال واحد الحاجة كتعرفها مزيان، لنفرض فخر الدين أنت، نعطيو مثال بهذا البلاطو اللي عندنا، لنفرض فخر الدين أنت هو الشيف ديال هذا البلاطو هذا اللي حنا كنديروا فيه ليميسيون، وكاينه اون بروغراماسيون ميوزيكال، كاين برمجة موسيقية، طلبتي من ياسين المخرج قلتي لي دوز ليا ناس الغيوان ولا دوز ليا شي حاجة، قال لك لا راه ما نقدرش راه حيت دايرة كاينة برمجة موسيقية. غتخرج انت فخر الدين تهز التليفون غتعيط للمسؤول على لي تكنيسي هنا غتقول ليه شوف هذاك ما باقيش نشوفه. لا ما يمكنش. غادي ينوض المسؤول على لي تكنيسيان على لي رياليزاتور وغادي يحيد ياسين ما يبقاش يجي، غيجي واحد اخر اوتوماتيكمون، هذاك الاخر اللي غيجي عارف علاش مشى صاحبه، دونك غتقول ليه دوز هو اللي غادي يجي يقول لك واش ندوز لك ناس الغيوان واش ندوز لك هذه. سيفري سيفري، هذا الشيء كاين في التحكيم واللي كاين فيه، وخاصة أخاطب الحكام اللي تعرضوا لهذا الشيء اللي كاين في هذا الشيء، راه يا إما احنا مسطحين ولا احنا ما عايشينش في هذه البلاد. كان هذا الشيء ديال ما بقيتش بغيت نشوف هذا ولا شي واحد اللي كيدخل كيخاف، هنا فين تولد الخوف عند بعض الحكام في قيادة بعض المباريات ديال البطولة، وهذا الشيء هو اللي كيولد الأخطاء، وهذا الشيء هو اللي كيولد الاحتقان، وهذا الشيء هو اللي كيولد الاحتجاجات. فما عرفتش فخر الدين واش كنخربق؟ ما كتخربق ما والو. أنا يا ريت منير كنت بحال هكا يكون سؤال جواب، يا ريت. علاش كنقول لك أنايا مع كامل الأسف كنجي كتاخذ ميكرو كتقول داك الشيء اللي بغيتي وكطرح داك الشيء اللي بغيتي وكتمشي، مع العلم خاص أعطيني ونعطيك جاوب معايا كي قلتي أنت، تناقش معايا في المعطيات، تناقش معايا في المعطيات ودير الشيء، هذيك القضية اللي قلتي أنت أنا ما نقبلهاش. أنا كمسؤول سابق
لا في التحكيم ولا في ما بغيتي، منين نسمع لا بحال هادي هكات ستينال سولت ترى مع كامل الاسف ستينال سولت ستينال سولت انفير هذوك الناس اللي كانوا خدامين يا جامعه يا تحكيم يا سميتو. وانا كنتحدى اي واحد ما يقولش لي ما البطوله من قسمها الشرف يحتلفوك ما كيكونش فيها تخربيق، ولكن خاص اللي يخرج يفضح هادشي. ولكن ديما هما اللي ما كيكونش عندك، حيت اول انا ديما غنبقى نقولها لك، اي واحد كتهضر معايا يقول لك عطيني الحجوج، عطيني ادله ادله منير، وهذيك الادله ما عمرها ما تكون عندك. الناس راه بالادله ديالها تشدات 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 بتليفون وبفيلمين وكلشي وتغطات الامور. علاش انا هادشي ديال سميتو غير هو؟ انا صراحه كنتمنى هادشي خصنا نتعلاو عليه. راه منير راه كندوي معاك، راه هادشي خصك تعلى عليه. راه ملي كتقضي تصرف بحال هكا وكتدخل بحال هكا في هادشي ديال التحكيم وعلى ان كاين وكاين وكاين وكاين، انا كنظن ما كاينش شي فارق في البطوله الوطنيه ما غاديش تطرح عليه هذا المشكل وغادي يقول لك اه لا راه ما كاينش ولا كاين ولا هذا امبوسيبل. منير كيف انا كيبان لي بانه هادشي ما لا داعي. واش حنا دابا راه نخبرك واحد القضيه، راه مؤخرا راه ولينا تنقلبوا على اي حاجه نركبوا عليها نديروا على انجاز. واش خبارك انا وليت كنجلس في الدار ملي كنبدا نسمع كي قلتي انت هذا الفار ولا هذا حكم، ولات عندنا شي حاجه شي حاجه شي حاجه شي حاجه ما عمرها ما كانت في الكره الوطنيه صاحبي. الو كل مرحوم بالقوله دار فينال صاحبي، دار كوب دو موند ومشى والامور كانت هانيه، المغرب تاهل ماشي مره ماشي جوج هانيه، داز الدوزيام تور هانيه منير، اربح فراقي كلشي كان هاني. انا بغيت نعرف اليوم اش واقع، واش كتركبوا على هادشي؟ واش فيه اللي اصل اللي غرضي في نفسي يعقوب؟ واش اش علاش كتقلبوا علاش كتقلبوا صاحبي؟ انت كتهضر في خير الدين وكاين واحد المجموعه ديال التعليقات، كاين بعض بعض الاصدقاء اللي كيتكلموا بالعاطفه. احنا ما جبنا حتى شي فريق هنايا، واي واحد غادي يضرب في هذا الشيء، اللي لانه هذا الشيء راه شوف لاصلاح التحكيم، الا كنتي ضد هذا الشيء فانت ما بغيتيش التحكيم يتصلح وبغيتي هذا الشيء يبقى بحال هكا. واحد قال لي لماذا لم تتجرأ ولا قلتي القزاز لم يحكم للوداد منذ سنه؟ فعلا هذا العام ما كاينش القزاز في ماتشات ديال الوداد، كيف رضوان جيد ما كانش في واحد نور الدين جعفري ما بقيتش كنسمع سميتو كاع غبر هذاك العدد ديال الحكام غبر هذاك واحد بقيته كان كيلعب بزاف وهضرتك عليه انا واحد وقيته كان تبارك الله كاين، واللي بغى الارقام ديال الماتش ديال الوداد والرجاء ونهضره بركان، وانا ركزت على الثلاثه لانهم اكثر الفرق اثاره للجدل هما هاد الثلاثه. ها الارقام ديال الحكام اللي حكموا لهم مبارياتها، ناخذوا الفريق الوداد الحكم رقم واحد اللي قاد ليه مباريات بزاف، كاين نبيل برقيه 6 ديال الماتشات 5 كحكم وسط 1 فار، وياسين بوسليم 2 كحكم وسط 4 فار. نهضره بركان اكثر حكم قاد ليه المباريات هو حمزه الفارق 8 ديال المباريات 7 في الفار وحده كحكم وسط. عاد في المركز الثاني كيجي نبيل برقيه 6 ديال المباريات 4 كوسط و2 كفار. بالنسبه لفريق الرجاء الحكم رقم 1 اللي قاد ليه المباريات نبيل برقيه 7 ديال الماتشات 3 كحكم وسط و4 كحكم فار. وكيجي في المركز الثاني 4 ديال الحكام ياسين بوسليم ونحيح وعادل زوراق وسمير القزاز. بمعنى الا جينا نجبدوا هذا الشيء كاين واحد لا توازن في التعيينات، وكيفتح المجال لهذه الاسئله كلها فخر الدين ديال انك تبقى إيه. ولكن واش البطوله فاتت الفراقي الاكثر اثاره للجدل؟ لا واش راه دابا هو المشكل ملي كتبقى تكلم في حالك راه لا صاحبي في بطوله فيها 18 ولا 16 فرقه 16 فريق 16 فريق منير 16 ديزون ديفيزيون 32 كلهم خصهم يكونوا سواسيه وما يكونش هذا الشيء كله ما خصوش يكون منير. دابا هذا هو المشكل اللي كتعيشوا البطوله الوطنيه. انا هضرت معك لا داعي لان نبداو نعاودوا التكرار منير ما غادي يفيدنا حتى شي حاجه. ثم واحد المساله اللي كنا تكلمنا عليها وغادي نعاود ثاني مره اخرى، لا على السي فوزي القجاع ولا على السي نور الدين بيضي ولا على اي عضو في المكتب الجامعي او في العصبه، وخاصه دوك اللي كيكونوا في الملعب واللي كانوا كيجلسوا في البونتوش. ملي كان الحاج نور الدين بيضي في البونتوش ديال اليوسفيه برشيد، كيفاش هذا الحكم هذا غادي يكون 100% نزيه هو كيشوف عضو جامعي جالس في البونتوش يعني طرف، وكيفاش هذا الحكم هذا غادي يكون 100% يعني حاضر في الماتش وهو كيشوف رئيس الجامعه جالس
في ماتش ديال نهضه بركان والوداد في 2020 وكيتفاعل مع الفريق. يعني كيفاش حكام غادي يشوف لو بريزيدون دو لا فيدراسيون وغادي يبقى؟ فإلا بغينا نشوفوا الاخطاء كيفاش كتولد ديال الحكام وهاد الاخطاء علاش كتادي، خاصنا نشوفوا الاصل ديالها. وراجل خصتي قبيله كل شيء الله يرحم لك الوالدين، ما خصيش تبقى ديال باش تبقاش نطولوا جايه من المسيرين. بيان سير. وحنا مستعدين مستمعينا الكرام في اطار التعليقات ديالكم، انا غادي نقرا التعليقات. اللي عنده اي سؤال بغى ياخذ شي رقم ولا من الارقام اللي تحت يدي انا غادي نتكلم عليه، في انتظار طبيعه الحال الانفتاح على واحد المجموعه من الحكام اللي كنتمنى ان شاء الله بانوا لي شي وحدين هاد الايامات كيجيو تبارك الله عندهم الامكانيات. لا كنهضر على اللي عنده ما يضيف في هذا الشيء. فوالا بغى ليس في سبيل الاصلاح. ما كنظنش اموني، ما كنظنش راه الله يكون في العون، ما كنظنش. ولكن شوف غادي يكون شي واحد النهار غيكون شي واحد والله الله واحد النهار غادي يكون شي واحد الله. عبد المجيد بن المعلم مره اخرى سيدي تحيه لك، علاش قلت لك اموني الاعلامي ولكي دخول للتواصلي خايف نسى السلطه الرابعه الضيف. شوف الله يكون في العون، الله يكون في العون، الله يرحم بالقولة. أما أغلب الحكام حاليا الله يكون في العون. يونس مونتاج كلام معقول ما عندي الله يحفظك، الله يحفظك السي سيردوان. لو كانت وشوف الله يصوب. للأسف الخطأ اللي طاح فيه الرقلقي بداية الموسم خرجات إعلامية بنفسي وقع فيه الطوسي. حتى الطوسي راه الأسبوع اللي فات هضر قال لك المجموعة والنقص كذا كذا، وأسبوع قبل قال لك عندي 4 في البوست. مشاكل في الأندية، طريقة تسيير وعملها ظلم تحكيمي تتعرض له الأندية. راشتي شوف الظلم التحكيمي ديال الأندية خارج المغرب داكشي راه ها فخر الدين. أنا بلا ما نعاود لكم راه هو اللي حضر الظلم التحكيمي. أنا ما عمر ما ظلمني شي واحد، تخديتي حمراء وتظلمتي كلشي كليتو العصا بزاف كاع. مباراة غير منقولة بعدا كاين لا عارف حد فين مشيتي والو ما كتعرفش كاع. اللي ما بغيناش هو الظلم التحكيمي لداخل هو تولي هو يكونوا بعض الفرق غادين لشي مدن ولا غادين باش يلعبوا شي مباريات وهما من الاول كتبدا تهضر مع المسير كيقول لك الماتش ديال اليوم راه خص الحكم يكون نزيه. حشومه بعدا هاد العبارات بقات تخرج نتمناو من التحكيم يكون نزيه، نتمناو من التحكيم. ملي كتقول نتمناو اذا انت الداخل ديالك عارف بان التحكيم غير نزيه. واه والله من وراء القصد. عندي سؤال فخر الدين، واش عمرك شي رئيس فريق اوروبي جالس كرسي الاحتياط؟ لا لا دي جامي. وانتم كتبعوا دابا الشامبيونز ليغ وكتبعوا البطولات وكتبعوا هذاك، واش بك مبار مي هوش يجلس بسيرفات وعنده الشرعيه؟ اها مي هوش هوناس مي هوش سميتو ما يقدروش اموني. راه الناس كتحترم راسها. دابا المشكله اللي كنهضر معاك انا البارح حتى داك ديال تشيلسي والبارح هو الزوجه ديالو الفوق كيتفرج من الفوق ما كاين لا هذه ولا الفرقه خدامه كاين مدرب لتحت كاين هذا ما كامل للاسف. انت كتقول الاحترام والثقه الموضوع اللي جبتي قبيله. ففي الجزء الثالث والاخير مستمعينا الكرام طبيعه الحال بالاضافه للمكالمات ديالكم والاراء ديالكم غنرجعوا للقرعه ديال كاس العرش ونشوفوا المباريات اللي كتقترح علينا هذه القرعه اللي دارت يوم امس خاصه بدور الثمن والربع ونصف النهائي. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام، تحيه لكم مستمعينا الكرام وتحيه لكم مشاهدينا على قناه شاد اف ام في اليوتيوب. عبد الرحيم الناجي الجيش الملكي لا يستحق العقوبه ولكن كتبقى عقوبة. كي غادي دير ما فهمتش انا. سيمونير واش عندنا اعلام رياضي موجه في المغرب؟ واش عندنا صحافه رياضيه تحابي رؤساء وفرق على فرق؟ حيت كما اشكاليه التحكيم راه ما يمكنش كذلك جهات اعلاميه كتمولها بملايين الدراهم تجي تناقشك. اخويا سير سول انا هاد الناس هادو اللي عينك فيهم هما اللي يجاوبوك على هاد الشيء. انا اللي نقدر نهضر عليه انا هو هاد الميكرو اللي انا فيه وهاد المنبر اللي انا فيه هو اللي نقدر نهضر عليه. عماد فيردي مهم اللي تكون شي فكره واضحه ان شاء الله سي عماد غادي نقرا حيت ما فهمتش هادشي اللي كتبتي ليا. القجع مابقاش عنده الوقت الاخوان الجامعه غير يمشي في حاله كاين اللي احسن منه. حنا ما قلناش يمشي في حاله، حنا قلنا غير للارتقاء بكره القدم وباش نحيدوا بعض الاشياء اللي كتخلق الاحتقان واللي كتخلق بزاف المشاكل انه ماشي ما فيها باس الاجابه على بعض الاسئله. احسن ودادي ومغربي في العالم ما نكرهوش يجلس معك فخر الدين. مرحبا بك اخويا حمزه ناظر. اجا السي حمزه ما كيجيك والو ناظر
ما عرفتش. قول لي جي الا كيعرف استوديو جي والله العادي مرحبا بيا جي نضربوا مع شي قهوه هنايا قبل ما ندخلوا. احمد قال لك خاصنا شي رئيس بحال فخر الدين. مرحبا اخويا. لا لا غير هو مسؤوليه صعيبه منير. مصطفى تحياتي لفخر الدين ومنير من ساراغوس. تبارك الله تبارك الله. مونديال شين القجع وخليل وزيتش في المغرب كل شيء غادي يعوج. لا نتمنوا شوف الامور غتكون مقاده مع ليكيب ناسيونال ان شاء الله وندوزو كاس العالم. قول فخر الدين كيسلم عليك خالد العود ديال المعارف. الله ودي تحيه لك خالد. السيمونير تحيتي لك. والسي فخر الدين يجب على ان يتحمل مسؤوليته في حد في خطابات الكراهيه والاحتقان كما عمل في المانيا ديما خضر. ونتمنوا غير هو من الاحسن قبل ما يجي الفيسبوك واليوتيوب يحذف. نتمنوا هاد الناس اللي كيكتبوا هاد الشيء وما يحذفوه من عنده. حيت بحال هذا اللي كيدير الشغف في التعليق بحال داك اللي كيدير اللي كيقلع كرسي في التيران وكيضرب به رجل الامن. ناخذ معنا اول متصل في حلقه اليوم السي هشام من كازا. مرحبا السي هشام. مرحبا بكم. تحيه رياضيه للجميع. الله يحفظك اخويا هشام. التدخل ديالي هو مجرد لفت الانتباه. مرحبا. الشيء اللي وقع في مباراه الجيش والمغرب فاسي احدث الشغب كتقتضي لفت الانتباه لمباريات الديربي القديمه. كنشوفوا ان التنافسيه جماهيريه اصبحت اكثر من التنافس ما بين الانديه واللاعبين. لذلك المقترح ديالي هو ان الديربي واللي مثلا الرجاء كان مستقبل يدخل فقط جمهور الرجاء والعكس صحيح. وبحالة ما يعني الجامعة شافت ان ضروري حضور الجمهورين معا خاص الترتيبات تكون الامنية تكون صارمة وبيع التذاكر خاصها تطرح واحد الاسبوعين قبل لان هناك يعني البطولة وكاين احتمال مفترض في كاس العرش في كاس افريقيا بعدا كاس افريقيا. احنا نتمنوا ذلك كاس افريقيا راه واخا هكاك حتى هو كيف قلتي الاحتمال راه الاحتمال كاين. حتى هو الاحتمال كاين. لذلك مثلا الفريق المنهزم الجمهور ديالو يخرج مباشره بعد نهايه المقابله الجمهور الفائز يبقى ينتظر واحد الساعه بعد نهايه المقابله لان الملاعب عبد الله جاب ملعب جمع زوج شويه على ساكنة بخلاف محمد الخامس يعني كان مرافق تجارية ومعارف يعني الله يحفظه صافي. يعني نتمنى تكون ترتيبات أمنية صارمة وتكون كذلك ندوة صحافية دار قبل أشخاص ما ينبغي فعله ما لا ينبغي فعله باش تدوز الديربي يتم التسويق دياله ويدوز كما ينتظر منه الجمهور المغربي والعربي لأنه ديربي عربي أكثر ما أنه فقط مغربي لأن قنوات أجنبية كتبعوا خاصة الاهتمام به. والنقطة الثانية المداخلة ديالي كتتعلق بالمنتخب. المنتخب جميع الحالات راه ما كيوقفش على لعاب ولا على مدرب غير الإشكال اللي كاين هو خاص يكون مصلحة الوطن هي الأولى. لا يعني هذاك المقترح ولا داك باش انهم يتصلوا بهذوك اللاعبين في اخر لحظه راه ما راه غير اللي بيني وبينكم يعني جاتني بحال باش يحيدوا عليهم المسؤوليه. احنا راه عيطنا لهم راه هما ما جايينش وعارفين هما جايينش يعني راه باش يحيدوا هذيك اللومه والمسؤوليه خوفا. لكن كيف ما كان الحال السي هشام شوف المنتخب كبر من الجميع كبر من اللعابه كبر من وحيد كبر من فوزي القجاع كبر من كل شيء لان المنتخب هو اللي مستمر واللاعبين والمدرب والرؤساء كيتبدلوا كيمشيو كيجيو كيبقى ديما المنتخب الوطني هو المنتخب الوطني المؤسسه اللي ما يمكنش جوج يتناقشوا فيها. يعني هذه امور مفروغ منها. شكرا لك خويا هشام. تحيه لك هشام من مدينه الدار البيضاء. ندخل معك فخر الدين لمنافسات كاس العرش. البارح دارت واحد القرعه جميله بخير وفرزات واحد المجموعه ديال المواعيد بالنسبه لدور الثمون المغرب الفاسي اولمبيك اسفي كاين اللي كتجيه مباريات كيبقى غادي يقدر يبقى يلعب مع فريقين من القسم الوطني الاول وهي في الحقيقه سيف ذو حدين من واحد الناحيه كتواجه واحد الفريق اللي هو في ماشي متناول ليكيفالون ديالك انت كيلعب معك في البطوله وكتقدر تعرفه عكس ما كتلعب مع واحد الفريق اللي هو في قسم الهوات واللي هو عنده طموح وتاهل كتلقاه يلاه داز
باقي مازال باغي عنده احساس على انه يقدر يخلق لك مشاكل. دابا هضرتي لي داك النهار على سدوس عشور اللي هو الدور الاول اللي فيه الامكانيه ديال فريق بريمير ديفيزيون مع الهوات ولا ملي كتكلف الدور اللي من بعد كيفاش كتكون العمليه؟ شكون اللي كيكون عنده؟ شوف دائما هذاك الفريق ديال الدرجه الثانيه ولا الهوات كيكون دائما متحمس فاش كيدوز كتزاد هذه القضيه مع الادوار. سي تو طافي نورمال اون فوا كانت خطا الكاب الاول كنقول علاش لا، ما كنبقاش عندي انا مشكل ديال المواجهه خصوصا بعض الفروق اللي ما عندهاش هي ما كاينش هناك تخوف. انا عطيتيني دابا واحد المثال دابا بحال هكذا ملي كتقول المغرب فاسي واسفي نفس الضغط على كلا الفريقين. تقدر دابا تقدر تاسفي مع فريق اخر في القسم الوطني الثاني او الهوات غادي يكون الضغط على الفريق اللي هو كينتمي للقسم الوطني الاول. فهذه مباراه ديال دور الثمون بين المغرب الفاسي اولمبيك اسفي، والفائز في هذه المباراه غادي يلعب في دور الربع مع الفائز ما عرفتش واش نعتبروا شباب السوالم من ولاد حريز ولا لا. كيفاش السوالم واش داخلين في النطاق ديال والله الا راه قراب تما لانه الديربي ديال ولاد حريز شباب السوالم مع يوسفية برشيد الا اتي اون كادو الا المتاهل من المغرب فاس اولمبيك اسفي غيلعب مع المتاهل من شباب السوالم شباب السوالم وبرشيد يوسفية برشيد. كيجاك بعد هذا هذا راه قلت لك داك النهار هذا راه ستان ديربي قلت لك داك النهار في نفس التيران هذا ستان ديربي يا منير ما كاينش فيه فرق في الظروف ديال الكاس. هي الظروف البطوله عندهم جوج لا بالنسبه للسوالم كيحقق نتائج. انا بالنسبه لي الشباب الرياضي السالمي الهدف ديالو تقريبا واقيلا راه بلغوا في البطوله هو انه البقاء باقي مازال ولا كنقول قلت ما بقاش ليه بزاف. ولكن بالنسبه لي يوسف برشيد عنده مشكل باقي كيتخبط في البطوله ما مرسيش مزيان ولا داعي. انا بالنسبه لي الكونسنتراسيون ما عرفتش كيفاش كيشوفها هو في الاقصائيه ديال كاس عرش واش كيدخل يلعب بديك العزيمه لانه باغي يطول ولا كيلعب ماتشات وصافي. مباراه ثانيه يعني من بعد الاتفاق المراكشي والوداد واللي مازال مباراه مؤجله، فالفائز من الاتفاق المراكشي والوداد غيلعب مع شباب محمديه في الثمون. هذا ماتش عاوتاني ماتش غادي يكون صعيب خصوصا الى كانت الوداد هذا راه عاوتاني ستان ماتش اللي غادي يكون بياج بالنسبه للوداد ديال المحمديه وهذه مباراه ديال الكاس كتختلف ولا داس الوداد اي كنقول لك انا اونكا احنا باقي ما احنا ما كنحتقروا حتى شي حد والقرعه بالنسبه للاتفاق انه غيستقبل في لي دو ماتش بجوج الا كان هو الا داز يعني الا داز غيبقى هو نيت اللي غيستقبل قادم اللي يستقبل شباب محمديه هذا هو ولا داز كارت فينال هو اللي غيستقبل ثاني ايوا هذيك ديك انايا لا دابا شوف كل شيء على حساب الماتشات ما نمشيوش بعيد. اذا اتفاق المحمديه الوداد المحمديه منير طونكو ما تلعباتش هذا الماتش ديال اتفاق الوداد انا ما نقدرش نحكم خلي بعدا تيتلعب هذا الماتش. الفائز في هذا تبع معايا دابا اتفاق الوداد الفائز منهم غيلعب مع المحمديه الفائز منهم المحمديه من المحمديه ولا هادو واحد فادو غيلعب ضد رجاء بني ملال اللي غتلعب مع الرجاء ولا شباب قصب التادله. ايوا دابا شباب قصب التادله غيستقبلوا رجاء بني ملال اللي داس فيهم غيبقى في بني ملال باش يلعب مع رجاء بني ملال. ايوا ولا داس الرجاء بني ملال ديما بني ملال ديما هي اللي مستقبله داكوغ رجاء بني ملال كتسنى واحد فيهم ايوا ما عرفت اخويا هذا هو هذه الحلاوه ديال الكاس ديال الكاسيه هذه يا منير كتخليك تلاقى مع فروق اللي ما وهنا فين ديال الصديق ديالنا هنا فين كاين الاحتماليه ديال ديربي لا داز ولا تخطاو هذا الشيء في دور الربع يعني لا اذا داز الرجاء والوداد الرجاء والوداد واخا صعاب هذه المباريات صعاب بزاف صعاب بزاف جدا لانهم كلشي على كلشي على برا على صفيح ساخين. ناخذ معنا عمر من اكادير. مرحبا سي عمر. السلام عليكم بخير سي منير. وعليكم السلام سي عمر ماني كنتجيت اكي حضر بود دا سيموني بارك الله فيك كل شيء بخير تهنا الوقت اكي حضر بود دا سيموني تهنا خيط الحمد لله نشكر ربي. مرحبا بك دار كرانو سقسي ايه ان شاء الله ضروري اولا بعدا ارسي كنت تعتز دا سيموني اكي صرب حرب بود دا سي عمر صراحة انا تعزيت دارنا اراك بدان تصنات اللي اختي نزلت كي تغمت لإيميشيم اكي صرب حرب بود دا سي عمر صراحه نكيت لا بريت القصه ديك بداتني باش كان زرا تصويرانك باش كنت ماني كنت صراحه انا تقعي
يا الحاج دا عرفتو غير تفرج غير الفيلم تشلحيت يا انت انا اسكات لغي ووالك ضربو عينو. الله يحفظك السي عمر. يا اختي عقلت في الفيلم من نصالح بورا خدام مسجد محمد اوبريد يا اوبريد يا ابو بكر ام ولي ما ينغان المدير عمر ما ينغان المدير عمر اسكات نيز ما ينغان المدير عمر صبر ندونيت. الله يرحم والدينا ودا السي منير. ذكر انا شخصيه في سكورت ضروري ودا السي منير. المهم كوني دارنا دارنا غمسات انت غنسوال في التحكيم سكورت سوال في التحكيم دماسي الناس سي القجاع يا غير هذا الفرق ديال المغرب غير نكون لا الحكام فولكينين مشهور لان الحكام فولكينين يعني نكون غير خصوصا نستنى يزداد يحيى حد قنت جايوي تنسوسي جا المدير مديرية التحكيم yeah. ولكن ورجو يعين كان الحكام فولكينين بالنسبة لما تصل الحسنية وقدر دائما سمير القزاز دائما سمير القزاز نكوني نستني بوس محمد القزاز واخا يحكم كاس العالم ماشي بوس عميس 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 ديما انا يتعدى في الحسنية حاضر راسنا كيغلين بيعات كونت الراجعين الحسنية ورات تربحهم يطرد الحسيني استحمريت 2005 يعني ديما سمير القزاز انت انا يتحكي على الماتش داري تعدي في الحسنية واخا جايب سمطاطا يفتو سقنيطة العوز بطل الغرب ولكن ديما يتعدى في الحسنية القضية يعني كنا تبدا نطلعها صراحة. اوكي سي مرحبا سي عمر تنميرتك تحياتي سي عمر. الى غتصور في هذه القضية سي منير مرحبا يا يعني داكشي اللي وقع الفرقه ديال امل تيزنيت يعني شركه في كاس العرش وداك الحكم حقرهم يعني قال لهم انتوما غير شلوح انتوما غير الهوات يعني عيب وعار داكشي باش يتكرر راه هي اللي كنتكلم عليها فخر الدين البارح. كره القدم ما غاديش نوضوا بها يعني بالعنصريه يعني داكشي راه شفنا مرارا وتكرارا والناس ديال تيزنيت راه معروف عليهم هما الكوميتي ديال الراجل البيضاوي لا غلام لا حانات لا ناس كبار يعني لا شركه ديال بيوكناش اللي كدير لها اشهار الفرق. الله يخليك سي عمر ما تدوش لنا عافاك الاسماء ديال الشركات هنا. شكرا تحياتي سي عمر تحياتي تنميرتك. هضر على واحد هو من وجهه النظر ديالو قال لك السي يحيى حدقه اللي كينتمي لسوس كيعطيهم هذاك الحق ما كيعينش قال لك الحكام مناسبين الحسنيه هي هنا خاص يكون ملي كتكون مسؤول على واحد الجهاز التحكيمي ما كتبقاش هذيك ما كيبقاش الانتماء ديال اي منطقه لان كتكون مسؤول على الحكام في المغرب كامل. ومن باب الدعابه قال لك سمير القزاز تكرفس على الحسنيه كيف تكرفس عليها سي محمد القزاز حسب المستمع ديالنا ملي كان كيلعب راك شاد معنا في خدمتنا ودي تنميرتك كتهضروا على الدواء ورا الدواء راه يونيفرسال كره منير اللغه ديالها راه معروفه والله الا سيدي صافي يونيفرسال منير. نواصلوا مع المباريات ديال كاس العرش بديت بعد تعليق على رجاء بني ملال ولا شباب قصبه هادلا مو مباراه صعيبه بالنسبه للرجاء البيضاوي لهي بني ملال انا تكرروا بانه تاد لا يعمل قسم الهوات غادي يكون لقمه سائغه بالنسبه ل هذا بعدا ستانديربي هذا كثير اخبارك راه ما كاين هناك حساسيه تما انا عشت في حتى انا حضرت ليه ايوا راه الماتش غيكون صعيب على كلا الفريقين حضرت ليه بني ملال. انا ما كنبغيش نتعمق مزيان في التحليل ديال المباريات ديال كاس العرش منير خصوصا ملي كتعطيني واحد الفرق في المستويات ولكن غير من خلال النظره او من خلال يعني تواجد هذا فريق قسم الوطني الاول هدف الهوات هدف دوزيام ديفيزيون ولكن سان امبيش با ديما الشوفه ديالي غتبقى عندي بانه هذه راه كتعتبر مباراه ديال كاس العرش وانا كنعرف هذوك اللاعبين والمسيرين كيفاش كيتعاملوا مع هذه المباريات كيفاش كيدخلوا الدراري للوطيل كيفاش كيحمسوهم بالفلوس كيفاش كيديروا علاش لان هي كتعتبر جوج ثلاثه ديال المباريات انت بديتي وهادشي عشناه خاصه ملي كتدخل في تيرانك وعارف الى رجعنا للوراء لقينا البرنوسي الله لقينا المجد لقينا وداد فاس ومقاون غادين هادو فروق اللي كانت واحد القيده لا تنتمي للقسم الوطني الاول ومع ذلك وصلت للنهائي وقدرات كاع تفوز وقدرات ثم غندوز بك لواحد المباراه حتى هي جمعيه المنصوريه بعد ما قصوا المغرب التطواني دابا غادي يستقبلوا اتحاد طنجه ما صعيب صعيب على اتحاد طنجه الى ما اشتغل شمونير
وما إذا كان غادي يلعب هذا الماتش تلعب مؤخرا مع شباب رياضي السالمي ومع شباب فتح البيضاوي كنظن انه غادي يلقى مشكل، خصوصا غيلعب خارج الميدان ياك في المنصوريه، غادي يلقى مشكل. استقبال المباراه الثانيه على التوالي بالنسبه للمنصوريه حاجه مزيان سي بيان، تشجيع وتحفيز، حتى هذيك التطول اللي حيدتي راه ما حيدتش فرقه ديال القسم الوطني الثاني، حيت فريق مرشح، فريق مرشح ماشي مرشح، قول كان في قسم الوطني الاول، الفائز في هذه المباراه غادي يلعب مع الدفاع الحسني الجديدي اللي مازال كتنتظروا مباراه ضد الفائز في ديربي الشرق واش دابا كانوا المولوديه دابا تهنا دابا ديجا وحاجه اخرى عاوتاني القرعه حطات جمعيه المنصوريه في حاله تاهل هو اللي غيستقبل دائما مزيان يعني يقدر يستقبل الا قدر مونير يدير هذا لي ماتش وبشاب بنفس الريتم راه يقدر يحقق مفاجاه وحنا تعودنا على هذه القضيه هذه غير هو ما تنساش واحد انا مباراه كنتظرها هي ديال وجده مع بركان ديربي الشرق خصوصا ماشي بطوله كاس كاس العرش اللي غلط يؤدي غادي تلعب في غادي تلعب في بركان ثم حسنيه اكادير الفتح الرباطي في ثمن النهائي جوجهم تمحنوا قبل ما يدوزوا مونير لهذا الدور هذا فريقين ديال القسم الوطني الاول فريقين ما كيتشابوش فريق الفتح يمكن مونير انا بالنسبه لي بعد الاستيقاظ انا تنقول بعض الشيء مع جمال ولكن الظهور ديال العطاء ماشي هو هذاك غير كافي ثم فريق حسني تكادير اللي مؤخرا انا من بعد لا ولكن من بعد المباراه ديال بركان المباراة الأخيرة ديالو يمكن نعتبره منها كخروج على مدينة أكادير ضد وجدة كان يقدر ينهزم لولا تضيع ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة وثم ضد الزمامرة اللي تعذب مونير وكان يقدر كان يقدر ينهزم مونير في هذه المباراة واللي هو شيء عادي أنا بالنسبة لي أنه غيلعب مع فريق اللي هو كي قلنا احنا يلا انزل القسم الوطني الثاني وعنده لاعبين اللي عندهم خبرة والفائز في هذه المباراة غادي يواجه شباب أطلس خنيفرة ضد اتحاد تورقة مباراه ديال القسم الثاني ودابا هنا غتبقى تسنى وصافي شد عرفتي اش درتي لي مونير هنا هذا غادي يبقى غادي تسنى حتى انا بديت لك الكارت فينال عرفتي اش درتي دابا هلكتيني انا دابا تقول لي عاود نقول لك ما عرفت كاع اش واقع لا ساهل خرج من هنايا ولا خرج من هنا تواجه مع هذا خلينا مونير تيلعب ويهضر معايا وراه ديال كوبي بارك عليا صافي واحد الحاجه في صحيح خرج قرار ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فرضت على كل فريق يستقبل داخل الميدان ديالو غير هو ما عرفتش انا حيت ملي الا جيت نحسبها انا مثلا فلوس كاين بعض الانديه مثلا اللي عندها فرصه وحده في شحال انا غتستقبل الوداد ولا الرجاء وكيطلبوا انهم هما اللي يمشيو يلعبوا عند الفريق يلعبوا عندهم لان القاعده الجماهيريه حيت غيقدر يدخل 50% ديال البيدجي ديالو ديال السنه ديال هذاك ديال هذه السنه والله ما كذبتي فلوس ترونسبور ما بيت بزاف الحوايج تبارك الله فالجامعه قررت هي الحفاظ على المبدا ديال التكافؤ العرش ولكن ما فيها باس تلقى شي تخريجه لانه هذه الفرق حتى هي شافت المصلحه ديالها كاين فريق اللي كيقول لك انا شتي اموني راه نقول لك واحد الكلمه شتي هذا الشيء اللي كنتي تناقشوا فهمتيني بعدا لا عرفت كيف تقول تناقش انا وكذاك النهار قلنا يا ريت ولكن ملي كتجي تخمم لقينا عاوتاني هاد رجعنا ولقينا بقينا كاس العرش هي المناسبه الوحيده اللي هذاك الجمهور كيشوف فيها هذاك الفريق كيشوف وداد رجاء ولا الماس ولا طنجه ولا وجده ولا بركان ولا اي فرقه ويدخلها عنده ما عليناش هادشي اللي كتقول انت انا كنت غادي نقدر نمشي معاك فيه ونبقاو نناقشوا ونقولوا واقيلا ونشوف شتي داكشي اللي وقع نهار الحد انا نقول لك شتي داكشي اللي وقع نهار الحد بالنسبه للجامعه الملكيه دابا كاين تخوف كبير من بزاف د الماتشات الله يرضي عليك بقاش تقول لي شتي دابا داكشي هادشي اللي وقع كان غير منتظر هو اللي غادي يخلي دابا الجامعه تبقى دير احتياطات كثيره راه حتى دابا حتى رجال الامن كيفاش غادي تتعامل معاهم لان داكشي اللي شفنا في الرباط راه لا حول ولا قوه الا بالله الا كنتي كتجيب واش 20 ولا 40 طوموبيل ولا هذا كيفاش غادي دير واش عندك يعني العدد الكافي المباريات واش راه بزاف ديال الاسئله خصك تطرحها مونير غنختم بواحد الميساج ديال العبداتي قال لك سي مونير احسن منصب لفخر الدين
هو مسؤول على التواصل في وداديه المدربين، يقرر المدربين لو موديل ديال التصريحات وراء المقابله بدون ذكر الرياح والجفاف وتساقط الامطار. وهذيك 5 4 13 وزك جوج هذا ثلاثه جوج آه. لا منير هادشي اللي قال لك العداتي والله الا عنده الحق، ماشي زعما باش ما نقدرش خو هذاك الشيء وداديه المدرب راه فيها عبد الحق مندوزة. انا كنقول لك دائما انا اي منصب قبل ما تعطي لي كنعتبره وزر، وقبل ما نعتبره تشريف هو تكليف. عار لي اي واحد يعرف شنو هو هادشي اللي كنقول ليه غادي يعرف يختار، ولكن العكس هو اللي كيحصل. لكن هزيك انا تليفون منير كي قلت لي انت تنقول لك تجي ما كتبقاش ما كتضرب لا ما كتقول والو، كتهز باجاجك وكتمشي وما عارف فين جاي. والوقيته اللي كتاكل العصا في داك الشهر ولا شهرين عاد كتبدا انت دير ديكلاراسيون كتقول لا الور انت قبل ما تحط رجليك تعرف فين غادي، عارف راسك فين غادي، خصك تعرف فين غادي. شكرا لك فخر الدين، تحيه ليك وتحيه لجميع المستمعين الكرام، وان شاء الله نتواصلوا ان شاء الله، نتلاقاو غدا ان شاء الله. دابا شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا ياسين في الاخراج، وشكرا حسام في البث المرئي. نتلاقاو غدا ان شاء الله، وبقوا دائما اوفياء لبرامج شدا اف ام.